السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناتي أنا وبناتي في المطبخ. قبل ما نبدأ الفيديو هنبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. أنا النهاردة هعمل لكم طريقة عمل البتنجان المخلل، وهقول لكم كمان على طريقة حفظها في التلاجة لمدة أطول. أول حاجة هقول لكم عليها المقادير اللي انتوا شايفينها قدامكم. أنا عندي البتنجان بتاعنا أنا غسلاه غسلة كويسة وشايباه مقفول اهو، أنا مش فاتحاه ولا حاجة، وشايلة منه الحاجات اللي بتبقى على الوش اهو زي ما انتوا شايفين. وعندي الفلفل الاحمر بتاعنا ده حرقه على بارد، عندي التوابل بتاعتنا، عندي بابريكا، ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، وعندي قطعتين من البنجر، وعندي نص كوبايه خل، وعندي جزر انا بشرق الجزر ده حسب الرغبه، عايزين تحطوه حطوه مش عايزين تحطوه براحتكم. عندي راس من التوم اهو، وعندي كزبره، وعندي ثلاث ليمونات كبار انا مقطعاهم من صلصه زي ما انتم شايفين. اول حاجه هبدا بيها، انا عندي الحل على النار اهو والميه ابتدت تغلي معانا اهو زي ما انتم شايفين. هضيف عليها ملح وكمون اهو، وهضيف البنجر، البنجر بيزود قيمته الغذائيه وبيديله لون جميل اهو زي ما انتم شايفين. وهضيف البتنجال بتاعنا، اهم حاجه البتنجال يكون مقفول، انا مش فاتحاه ولا حاجه اهو زي ما انتم شايفين اهو. انا هغطيه واسيبه لمدة 10 دقايق على النار لحد ما يستوي. انا عندي الكبة بتاعتنا اهو زي ما انت شايفينها، انا هضرب المكونات دي كلها في الكبة، لو مش متوفرة الكبة هتضربه في الخلاط او هتدقوه في الهون. هضيف الفلفل الاول اهو زي ما انت شايفين، والخضرة، والثوم، انا مش هضيف الجزر دلوقتي، هضيف التوابل. طبعا التوابل بتاعتنا من كل حاجه نص معلقه ما عدا عن الملح معلقه كبيره، وهضيف الخل، وانا هعصر الليمون اهو زي ما انتم شايفين اهو. انا عصرت الليمون اهو، وقعد اخر الليمون دي انا هعملها في الاخر خالص. انا هضرب المكونات دي في الكبة وهرجع لكم تاني. انا ضربت المكونات في الكبة زي ما انتم شايفين، شايفين اللون بتاعها جميل ازاي واحمر اهو. انا هضيفها في الطبق، هخلي اخر معلقتين بس في الكبة وهقول لكم انا هعمل بهم ايه برضو اهو زي ما انتم شايفين. انا سبت معلقتين من التتبيلة اهو هركنها على جنب، وهقول لكم انا هعمل بيها ايه في الاخر. هضيف عليها الجزر اهو زي ما انتم شايفين، وهقلب المكونات دي مع بعض. وبكده التتبيله جهزت معانا زي ما انتم شايفينها اهو، هركنها على جنب. خليكم معايا، البتنجان بتاعنا على النار هو زي ما انتم شايفين، انا سبته يتسلق لمده 10 دقايق زي ما انا قلت لكم. اهم حاجه ما تطولش عن المده اللي انا قلتها لكم علشان بس ما يتهرش مننا، لان هو لسه هيكمل السوا بتاعه في المحلول اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. اول حاجه انا هخرج البتنجان وهرجع لكم تاني نكمل مع بعض. البتنجان بتاعنا اهو بعد ما سلقناه زي ما انتم شايفين اهو، انا ما سلقتوش جامد، انا سلقته لمده 10 دقايق زي ما انا قلت لكم اهو. طبعا انا هسيبه يهدى شويه ويبرد معانا عشان اعرف بس افتحه واحشيه معاكم، هسيبه يبرد وهرجع لكم تاني. البتنجال بتاعنا اهو بعد ما سبته هدي شويه زي ما انتم شايفينه، اهم حاجه لما تيجي تسلقوه ما تفتحوش، عشان لو انتم فتحتوه سلقتوه هيتملي ميه من جوه ومش هتعرفوا تحشوه. انا هفتحه معاكم هو زي ما انتم شايفينه، هفتحه من النص بس. اهم حاجه وانتم بتفتحوه ما تفتحوش جامد لتحت، عشان بس التتبيله بتاعتنا ما تنزلش من تحت اهو زي ما انتم شايفين اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو.
انا ما فتحتوش جامد اهو زي ما انتوا شايفين اهو اهو. انا فتحت البتنجان اهو زي ما انتوا شايفينه، هبدا دلوقتي احشيه. انا عندي علبه اهو زي ما انتوا شايفين، انا هحط فيها البتنجان، هبدا احشي اهو البتنجان بتاعنا اهو. بعد ما فتحناه اهو هبدا احط للحشو زي ما انتوا شايفينها اهي. عايزين تكتروا كتروا، عايزين تقللوا براحتكم اهو زي ما انتوا شايفين. اهو زي ما انتوا شايفينه اهو بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. البتنجال بتاعنا اهو بعد ما حشناه زي ما انتوا شايفينه اهو. انا هعمل دلوقتي المحلول معاكم. انا عندي التتبيله اللي انا شلتها في الكبه زي ما انا قلت لكم عليها، انا اضيف عليها ميه، الميه دي اللي احنا سلقنا فيها البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين، وهضيف عليها ملح وكمون وكزبرة، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين. وهعصر عليها الليمون اللي انا قلت لكم عليها اهو زي ما انتوا شايفينها. اهو زي ما انتوا شايفين. هقلب الليمون مع الخلطة كده زي ما انتوا شايفين اهي. وهضيفها على البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وبكده البتنجان جهز معانا. انا هحطه في التلاجة، وكل ما احتاج هطلع منه، وكل ما بيقعد في التتبيلة وكل ما بيبقى طعمه احلى واحلى من الاول. انا هغطيه دلوقتي اهو. وهسيبه في التلاجة المدة اللي انا عايزاها يعني، لحد ما يخلص، وبعدين ارجع اعمل زيه تاني برضو. وبكده الفيديو بتاع النهاردة يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.